والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحت شعار مودة ورحمة. نظم المجلس العلمي المحلي ببرشيد في إطار أنشطته الاجتماعية وللسنة السابعة يوم الخميس 3 نوفمبر 2023 عرس جماعي تضامني لصالح 7 أزواج من شباب وشابات إقليم برشيد، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. وقد كانت مبادرة هذه السنة التي استفاد منها الأزواج المنتمون لعائلات فقيرة ومعوزة بإشراف المجلس العلمي المحلي لبرشيد وبتفاعل مع بعض المحسنين. ككل سنة المجلس العلمي المحلي لإقليم برشيد دأب على تنظيم هذا العرس الجماعي لفائدة الشباب المحدودي الدخل في إقليم برشيد، وهذه السنة ننظم النسخة 7 للعرس الجماعي. وتنظيم هذا العرس الجماعي هو يأتي تفعيلا لتوصيات الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى التي توصي بالاهتمام بالأعمال الاجتماعية التضامنية الإنسانية التي تجري في دماء المغاربة والتي عرف بها المغاربة أبا عن جد، وهي من الأمور التي نفتخر بها. هذه القيم، قيم التعاون، قيم الإخاء، قيم المحبة التي عرف بها المجتمع المغربي. إذن في هذا الإطار كله نظم اليوم المجلس العلمي هذه النسخة 7 لفائدة هؤلاء الشباب. وقبل ذلك سبق هذا العرس استعدادات كثيرة تضمنت كتابة عقود هؤلاء الشباب بمقر المجلس في حفلة صغيرة بمقر المجلس تحت بإشراف مكتب الموحد للعدول ببرشيد مشكورين. وبعد ذلك أيضا استفادوا من دورة كوينيا في الإرشاد الأسري لكي يعني يتم تنوير هؤلاء الشباب بطرق التعامل فيما بينهم، وأيضا طرق التعامل بين الأسر الجديدة لبعضهم البعض. بعد ذلك تم هذا العرس اليوم، حيث جمعنا أهالي العرسان، جمعنا المحسنين المساهمين، وجمعنا كل خلايا المجلس العلمي التي ساهمت في تنظيم، كخلية العمل الاجتماعي، الخلية النسائية، أعضاء المجلس، موظف المجلس، وكلهم كانوا هناك، المرشدون، المرشدات، يعني كلهم ساهموا اليوم من أجل أن يلتئم هذا الجمع، ويعني أن نساهم في فرحة هؤلاء الشباب وهؤلاء الأهالي. إذن الشكر موصول طبعا لكل أهل الخير وكل المساهمين من المحسنين والمحسنات الذين يمدون أيديهم للمجلس العلمي في أمثال هذه المناسبة المباركة. أنا واحد من العرسان ديال العرس الجماعي بمدينة برشيد. أول حاجة كنشكر الناس ديال هاد البرنامج اللي كيقدموا هذا الشيء، وبعدا كنشكر القارئين والقارئات والأساتذة هنا وبرئاسة السيد عبد المغيش باصير. وانا جيت فرحان بهذا التنظيم وهذه بادره طيبه منهم، ومن هذه الناحيه كنقدم لهم جزيل الشكر والله يسهل عليهم كما فرحونا اليوم وفرحوا اخواني العرسان. وهذا الشيء اللي كنتمنى والله يسهل لهم والله يوفقهم. الشعور ديالي انا فرحان بزاف، اول حاجه اكتسبنا اصدقاء جداد وعائلات وخدينا تجربه من هذه الاساتذه. وقد أقيم هذا العرس الجماعي بفضاء مسابح الشاوية بمدينة برشيد بحضور مجموعة من الفعاليات وعدد كبير من المدعوين الذين شاركوا الأزواج فرحتهم.